هذا برج فيه مجموعة من المؤسسات الإعلامية، فيه مكتبة، فيه نادي للقراء، فعبارة عن مؤسسات. شوفوا يعني هي اللي صار في البرج، يعني دمار مش بس للبرج، تخيلوا كل المباني اللي حواليه. تخيلوا. Assalamualaikum sahabat kasih Palestina. Sebelum lanjut nonton, yuk subscribe, like, dan komen videonya. Jangan skip iklannya juga ya, karena iklan yang kalian tonton sama dengan donasi untuk Palestina. Allah, 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 Allahu Akbar. Allah, 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 Allahu Akbar. كيف حالك يا محمد؟ طبعا احنا شفنا محمد بالصدفة، تمام، وكان قاعد بتجهز كأنك أنشودة هنا. احنا على برج هنادي، طبعا برج هنادي تم تدميره بالكامل، تو فرجناك شوية مشاهد. محمد لك كم يوم مش طالع من البيت؟ تقريبا 12 يوم من اول الحرب. من اول الحرب كيف كان شعورك انت الان قاعد في البيت وفي قصف؟ وين مكان القصف؟ كان في قصف قريب عليكم؟ طبعا احنا ساكنين في برج المقوسي. قصفوا عدة أماكن عنا، فإحنا من تاني يوم طلعنا من الدار، تقريبا يعني سادس يوم. سادس يوم. كيف كان حجم القصف؟ لما كنت تسمع القصف بصراحة كنت خايف، يعني هيك وبيك. بس كان في خوف. طبعا الوضع صعب. صار في ضرر عندكم في المنطقة؟ والله كثير شبابيك عنا تكسرت، زجاج، وهذا غير إنه برج الجوهرة قصفوه، تواجد فيه الاستوديو اللي مخلنا طبعا برج الجوهرة تم تدميره على اساس انه اذا نزلوه على الاخر، لكن ما نزل البرج. لكن شو صار بالاستوديو؟ الاستوديو يعني تدمر بالكامل. 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 طبعا الاستوديو اللي كان يصور فيه محمد يغني ويصور كليبات، فكان يعني ايش شعورك؟ رحتوا على الاستوديو؟ رحنا وصورنا كمان. كمان صورته. هو ارضي انا من المية للمية، فلسطين التاريخية والعاصمة القدس العربية. صدقت قرنك ملغية، بللها وخللها، بللها واشرب ميتها، انساها وانسى سيرتها، وخللها انقعها في ميتها وتجرح خلق مررتها. طبعا زي ما احنا شايفين مجموعه من الاستراحات اللي على البحر تدمرت، يا اما بشكل جزئي يا اما بشكل كلي. الكورنيش لوحده بده اشهر وبده سنوات حتى يتم اعاده اعماله ويرجع زي الطبيعي. انا اول مره اجي على هاي المنطقه صراحه، الوهله الاولى ما عرفتها، حجم الدمار والقصف كبير. وانتم عارفين ايش واحد يعني يروح يرجع يعمل الاستراحه او يرممها من ثاني في وضع اقتصادي صعب، الموضوع يعني شبه مستحيل وبحتاج الى وقت. يعني طبعا نتمنى السلامه طبعا والعوض لاهلنا في غزه، لاصحاب هاي الاستراحات. صراحه دمروا بكل معنى الكلمه، يعني الناس اموالها، رزقتها، شركاتها، شغلها، مشاريعها، فالوضع كثير صعب. طبعا هاي الحلقه كانت حلقه سريعه في شوارع وفي مناطق مختلفه من غزه في اليوم الاول من يعني وقف العدوان الاسرائيلي على القطاع. نتمنى الرحمه للشهداء، نتمنى الشفاء العاجل لجرحانا البواسل، وبنتمنى ان شاء الله الحريه لكل فلسطيني، ونتمنى ان الاحتلال يزول عن ارضنا وترجع فلسطين محرره، ونقدر احنا نزور القدس، ونقدر نسلم على اهلنا في الشيخ جراح، ونسلم على اهلنا في القدس، ونصلي في الاقصى. طبعا في الختام نحكي